إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله جل وعلا في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون في هذه الآية يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هو الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصمهم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وأنه آثم آكل للحرام جاء في مسند الإمام أحمد من حديث كعب بن عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ومما يلاحظ في هذه الأيام تساهل كثير من الناس في أكل المال الحرام وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ليأتين على الناس زمان ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام
وآكل المال الحرام يعرض نفسه يا عباد الله بثلاثة عقوبات: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في قبره، وعقوبة في يوم القيامة. أما عقوبته في الدنيا فقد تكون خسارة في ماله بمحق إلهي أو نزع البركة منه، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أو مصيبة في جسده. وأما عقوبته في قبره فقد ورد في الصحيحين أن غلاما يقال له مدعم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فأصابه سهم طائش من العدو فمات، فقال الصحابة: هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة أي العباءة، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. وأما عقوبته في يوم القيامة فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا كعب، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. ومن عقوبات آكل المال الحرام يا عباد الله حرمان إجابة الدعاء وقبول العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله: من أنفق الحرام في الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول. رحمه الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم.